فاروق. نعم. وين كنت؟ رحت شربت ماي. حبيبي جيب لي معك لاني انا كثير دفياني ما بدي اطلع من السرير. حاضر. فاروق ايش قاعد تسوي؟ انا مو قالت لك المطبخ هذا ما تدشه ولا توطوط فيه حبيبي؟ جيت لاشرب مي. عندك حبيبي ريم ولينا وجمال. ما لقيت حدا بطريقي وبدي اشرب. انا موجوده بطريقك دائما ان شاء الله. الله لا يحرمني منك. ولا منك حبيبي. هذه حاله، انا قاعد هني وبس ما داخل. لو وديها مستشفى خاص مو احسن لي؟ ما ايش اللي خلاني اطاوعكم يا فارس؟ الله يهداك، التجهيزات كلها مثل، قول الله يسهل عليها. لا تحاتي، وسع الصدر. شلون ما حاتي يا ابو ناصر؟ شلون ما حاتي؟ هذه بسمه ما اسوى شيء من دونها. الله يسهل عليها، الله يسهل عليها ان شاء الله. وين وين؟ ابدا ايش اللي فيها فيها؟ ايش صار؟ امي معاها داخل، ان شاء الله الله يسهل عليها. زين وش كثر يبي لك؟ ما باقي شيء ان شاء الله، الله يسهل عليها. السيستر تويات قالت كل شيء موصلك، يعني الحين تولد. والدكتوره معاها؟ اي داخل. اقول فارس، والمفروض انك تتصل بالوالده، المفروض يكون عندها خبر. اي ترى هي مو مقصره معاك ان شاء الله. هلا فارس. هلا يمه. يمه بسمه. لحظه لحظه يمه لحظه. هلا دلول. ها ذهبتي شغلك؟ لا 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 لا، ما ابيك تجيبين ولا فلس. انا اللي عزمتك. خلاص حبيبتي، باكر اشوفك بالمطار. مع السلامة. هاي يمه. يمه بسمه ياها الطلق واحنا بالمستشفى. لا ما شاء الله عليها، هي بالتاسع، حتصدق ما يبين عليها. يلا الله يقومها بالسلامة. خليك تصير ابوك. خلاص حبيبي، اذا ولدها تكلمني ولا اقول لك. لا لا انا اللي بتصل. اي لاني مسافرة، اي عندي شغل. يلا حبيبي مع السلامة. لو سمحتي. خير؟ الحمد لله على السلامة. شلونها هي زينة؟ هي الحمد لله كويسة. زي وشيابت بنت وي بنتي. يلا مبروك. الله يبارك. ان شاء الله تطلع تشبهني. ما عليه نسي بنية بنية، بس ترى كلها يمشي حال. يا زينة فرحتي فيها فرحة الولد، واهم شيء عندي سلامة بسمة. ولد ولا بنت كلها واحد. اي نعم. من الله حيا الله. والله انصار الله يهديها ويصلحها ان شاء الله. وي 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 يا بس بعد ما اخذ العقود ومع عزة اشغالي كم ما يتج وتعنيتها. صدق والله صدقين
خواتك ولا واحدة من خواتك راح لها بالمستشفى الا انت. زين ايش رايكم خلي استقبالي هني؟ لا بثينة انت شايفه القرفه قرقور يلا شايلتنا باكر بيونها عالم. انا اقول بالبيت وايد احسن. انتوا علامكم نجره ترى صدعتوا البنيه. البنيه توها طالعه من الولاده سكتوا شويه خلوها ترتاح. هاي امه تبيني انام عندك ولا بثينة تنام عندك؟ لا يما روح البيت ارتاحوا انا بعد بحط راسي وانام. عفا عليك يا بسومة انا انام عندك. ايش عندي يا حافظ الحين ما قلتوا ايش بتسمونها؟ اقول فارس يعني ما في اسم ببالكم؟ رصبيان علي انا اما البنات على بسومة حبيبتي. ها حبيبتي ايش بتسمينها؟ ما ادري. يما فكروا لا تتسرعوا لان الاسم بيتم لاصق فيه طول العمر. خلاص دكتور بدر انت سامها لبنيت بيتك يعني فال خير ان شاء الله. خلاص سموها لي. فارس ايش رايك؟ ما ادري حبيبتي اللي تشوفينه. ريم ريم خوش اسم. وشكر الله الكريم اللي الله بلغني وشفت بنت بسمة ويا حبيبتي. ضيت العافية عمي. الله يعافيك يا وليدي وعسى الله يبلغك إن شاء الله بعرسها بولا آمين. آمين يا رب العالمين الله يبلغكم فيها إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. يلا عاد أنا ترى عيس بروح أنسدح تمسون على خير. يلا تصبحين على خير يما تصبحين على خير. سويت انت ايش سويت يا ابو ناصر؟ الحين امي تسالك تقول لك ايش بتسمون البنيه؟ ابي استانس عبالها غنيمه واقول لها ريم عيونها طلعت لي برا. من صدق ما شفتها انت تكذب عليك انا اخوك الصغير اكذب عليك؟ عفا عليك الله يقطع سوالفك انت. انت عبالك بس هذه عندي؟ اسمع السالفه هذه مشوش يا الله من بين كل الأسامي بالدنيا أصير موعود باسمك. ينكتب علي أناديك وأشوف غيرك. شو يا فارس؟ بدك تزعل مني؟ اللي انت شو عمل؟ استنيتك ما اجيت ولقيته معي بيساعدني ابعد عنك يسحبني منك وانت ما تمسكت فيني بنوم بس هلأ تركني بنص الطريق لا صفيت معك ولا معه.
لا لا ابو داود حياك حياك استري حياك هلا هلا روح انت تشري على ما اخلص شغلي مع اخوي بشر ذهبت كل شيء خلصته خلصنا خلاص بس باقي المعلوم المعلوم جاهز تفضل هذه التذاكر هذه الفلوس ابيك تشق الشيز تاخذ راحتك اصرف اللي تبيه ماشي ما ابيها تحس بشيء مو ليا فهمت لا توصي حريص انا متكل عليك يا ابو داود يلا يا قوم خذ مرتك ترى نادوا عليكم يلا كامل على شيء تسلم حبيبي ما اوصيك يلا يلا ترى نادوكم يلا امان الله سلام هم خمسة أيام أوخر فيهم مصاري أضبط فيهم كل شغلي وعقب عاد أرتاح أنا خلص رح أجن يا ربي وينه؟ ثلاث أيام مكتبه مقفول وتليفونه كمان لا حس ولا خبر وين بده يكون وين؟ أكيد صاير شيء أكيد بدر إيش فيك؟ لا حبيبتي بدرية ما في شيء بس توني قاعد من النوم تعرفين إذا قاعد من النوم لازم أقرأ شوف عاد بهالحكي هذا تقدر تقص على الأوادم كلها إلا أنا ما تقدر تقص علي بعدين تعال إحنا مو اتفقنا تقدم أوراقك اليوم وخذينا موعد من سكرتيرة مدير الجامعة الساعة 10 بالله ليش تكشف تقعد بالبيت ها؟ هذه مو عوايدك عاد يا بدر أنت تحب الشغل وإنسان مسؤول وايد بس أنا اليوم ما لي خلق يعني ومو في حضور الذهني أقابل أحد أخاف أروح أقابلهم يأخذوا عني فكرة مو زينة خلاص بدري يخذي موعد ثاني بدر شو هالحكي أنت ما سويت شيء بهالدنيا من عقب أبوي الله يرحمه إلا الشغل والدراسة الحين جاي تجازف فيهم على شنو علشان وحدة ردتك بالطقة قل منا عليها يا أخوي أنت ألف وحدة تمناك شفيك الزينك دكتور طيب ولد أصل وفصل ألف وحدة تبيك مو زين يا أخوي كذي مكدر عمرك اللي مسوي بعمرك ترى على شنو الدنيا ما تسوى ها علامك انت ليش ما تحشمحل اخوك العود الحين ما نزل يعني ينزل يلقى العيش مقرم يعاني يما يعاني ما اقدر اتحمل يو اصبر شويه بدر نايم بالبراد ومكبر المخده ما حد بيحاكي ريال نايم مريح انا طالع من الصبح بالقراج قاعد اكرف كرف اليهد كرفت هناك يما انا بصراحه ما راح انطرحت كيفكم يلا عاد انشم قلنا لك انطر اخوك هاي المزيونه الحلوه ايش فيك بس وما اخاف يعانك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توني مراضعتها عاد كله منك يا فارس انت اللي عودت لبيع الشيل بس غلط خلوها بفراشها تبكي شويه وتسكت يا يمه ما دام انك انت مراضعتها ومغيرت لها حفاظتها نظيفه يعني ما فيها شيء الياهل ترى قلبه هالكبرى ملبد اذا قال ايه ايه وشلتي يتعلم على الشيل يدري ليه صاحبه شنونه خليها بفراشها احسن الله
الحين اول سلمان 24 ساعة انت شايله على قلبك وماكو حفاضة ما حفظته ما تقمطته كل هذا الحين ما تعرف حق بنتك شفتي اقول اكلتي سلماني اي يما من زمان كلا والحين نايم بسابع نومه بسم الله على عمره كاهو بدر قلت لكم اياه شلعته من فراشه شلعته ما خليته ما خليته قعدت منه اللي يبى معاي ما خليه ينام هلا والله يما هلا والله عاد مالك عاده تنام للظهر يطرى علي قبل ما حد يريقني غيرك تفزع من صباح الله خير وتيب الباجلة والنخي وخبز الإيراني الحار اللي جزينة مو بعض ناس ربادية يمه أنا جاي من الجامعة هناك تعبان محاضرات دراسة قراية بالليل جاي هني بس ارتاح بس انام واسم الله على عمرك يمه يلا يلا تفضل تفضل يلا اي نسيب تستحين مني انا تقوميني بس هناك احسن مجاب القلب تعال تعال اقعد تغار انت بس كله تغار بس انا ما شفت اصبعي غار من اخوي العود اعطيني كبشه اي لازم اسافر اتغرب خمس سنين عشان تدرعيني حالي من حاله اعطيني صحن اعطيني كبشه اقعد هني تعال تعال هني والله حرام بس تشيل هالبشر وعليا بس ما تعبت امك بعد عمري والله مدريه ما حد يعرف لي ويحب لي غيره جابليني انا عاد شوي حرام عزاز وايد ملعون هذا ايش عده بعد نسوي عطني مع بنت ترافه خلاص يلا يا مايتك اكل ايش تبي دياي ولا لحم الو هلا اي هلا هلا من حضرتك اي 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 موجود لحظه شوي لحظه اقول ابو ناصر واحده سم صوتها سم تقول تبيك نثيه منو واحده تقول اسمها اعتدال من الجامعه وانت ما تعرف تقول لها انه قاعد يتغدى يا بالك هذا السائق ولا طباخ هذه سكرتيره بالجامعه تدري شو سكرتيره ايش عرفك بالجامعه بس خليني انا واخوي تفضل تفضل واحد يدك الو نعم دكتور بدر مساء الخير أهلا مساء الخير أنا متأسفة دكتور بدر إن أنا بتصل في وقت غير مناسب وأنا أسفة للإزعاج بس إحنا واقعين في مشكلة كبيرة خير صاير عايزين نعلق النتائج يا دكتور لأن كل الدكاترة علقوا النتائج إلا حضرتك والطلبة رايحين جايين عند مكتب حضرتك بيسألوا ليه إحنا خلصين من النتائج باقي بس عملية الرصد أنا قايل حق المعيدة دقوا عليها هي مخلصة فعلا يا دكتور بس في طالبة الزهر حضرتك ما حددت لهاش درجة الامتحان وسقطت منك سهوة شنو سقطة سهوة؟ أنا مراجع كل شيء لا يمكن وأي طالبة هاي شو اسمها؟ الطالبة ألو دكتور في طالبة عندك بالامتحانات جاوبت بنعم وأنت فكرتها لا عفوا أنا ما عرفتك أنت من؟ ريم فاروق جاوبت بنعم ريم فاروق قالت نعم مو لا زين انا اكلمكم بعدين يلا مع السلامه هو يما وين رايح اكلك ما كليت ما اشتهي ما عليكم بالعافيه بس عندي اوراق اخلصها وورا دقيقه واحده بس صاير ايش قالوا لك تدود هالريال خليك يما انا الحين اروح واشوف شو صار ما ردت لي ما ادري قاعدين يمك انا ما اخذ واحد انا بقعد خلاص الو هارين ايش قلتي حبيبتي؟ قلت اني غبيه وما بفهم بشي بدر تعرف هلا عرفت قديش انا بحاجتك قديه برتاح لك وبحبك يعني والله بهاليومين اللي مضوا حسيت حالي رح اجن يعني يا ريم اذا انا جيت دبي وتقدمت لك بتوافقين؟ ايه اللي قام بحتجي 10 بالليل بإذن الله بكون أنا. آه 10 بالضبط. إن شاء الله يا رب. ماشي. مع السلامة. الله يسلمك. أهلين أنت. شو حبيبي؟ مبسوط كثير على آخر يوم هنكون في بعض؟ شبكي أنت؟ صايرة كثير حساسة.
إلنا يومين عايشين أحلى حياة أنا وأنتي، مستكتر علي إني أحكي معهم أطمن عنهم وقلن إنه راجع اليوم، شو صار؟ الله يا فاروق، حسدتني على يومين قضيناهم مع بعض وأنت على طول معاهم. هلأ لا تبرمي وجهك وتعقديها، خلاص نحن متفقين بنهاية كل أسبوع نجي نقضي وقت حلو هون. إيه كل أسبوع، بس أنت بنص الأسبوع معاهم والكل حواليك وأنا عايشة لحالي وعم شوفك معاهم والبيت حد البيت ومحرومة منك. ألو، أهلين توفيق. أهلين، الحمد لله. إيه لا لا توفيق، أنا اللي رفضت العرض تبعه. لا ما في شيء، ما أنا مستوفي كل الشروط وفي عروض أفضل. ماشي، مع السلامة. خير حبيبي؟ شوفي ما في شيء، هذا الأستاذ توفيق حكي معه الأستاذ حميد ومسمعه كلمتين لأني رفضت عرضه بالمناقصة. وليش رفضت؟ ما في شيء، ما مستوفي كل الشروط وفي عروض أفضل. وبذا يا حبيبي هي علاقات علاقات. ألو، أهلين يا هلا أستاذ حميد. الحمد لله عزيز وغالي وزعلك على راسنا من فوق، ولا يهمك ولا يهمك، اعتبر الموضوع مدهي. لا المدير ما عنده كتير خبرة بالعلاقات العامة، ولا يهمك. خلاص إن شاء الله. لا ضروري. طيب أوكي ماشي، باي باي. شبك هنا؟ شو هذا اللي عملته؟ حبيبي عم صلح اللي انت خربته. والله انا شو عم بسوي لك؟ انا طرطور بهالشركه ولا اجر كرسي؟ بعدين انا ما بفهم بالعلاقات العامه، لك انت جنيتي فاروق. لا تنسى نفسك وما في داعي نغلط على بعض. لسه بدنا نغلط على بعض اكثر من هيك؟ شبكي هند؟ مين وهذا الحمار اللي قاعده تسترضي فيه تضربي كلامي بالحيط؟ حبيبي هاي الشركه اللي انت رفضت عرضها انا كثير بهمني تكون علاقتي معها وديه. والله بيهمك تكون علاقتك معها ودية؟ طيب حقك على راسي، بس يكون بعلمك أنا مستقيل يا مدام هند. فاروق الله، بتنطرينا ليل ليل؟ ماما لسه الساعة 3، يعني صفيان ليجي بابا 7 ساعات، معقول تضلي بلا أكل لوقتها؟ ليش يا ماما ليش؟ كيف يا حبيبتي؟ والهانة على أبوك، بياكل وياه، أنتوا أكلوا لا تفكرون، بس يلا بسرعة عشان بخر البيت عشان ريحة الأكل. ماما؟ نعم حبيبتي. شو بدي أقول لك؟ قولي. رح تقولي لبابا إنه أنا حكيت مع بدر؟ لا طبعاً، ولا بجيب لسيرة أصلاً إنك رحتي الجامعة. هو محلفني انك ما تروحين الجامعه، بس انا اللي بدي اشوف شنو نهايه هالقصه ويا هالريال، وما بطمن الا لما يجي هو واهله يخطبونك منه. الكلام ببلاش يا ريم، الله يستر بس ويطلع صاج. لا تقلق ان شاء الله. لا 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 الحمد لله على هاليوم، الحمد لله على هاليوم. الله عطاك على نيتك، تستاهل يا اخوي. والله تستاهل. يلا هيا حار بحار، عشان نروح نخطب لك يا اي علشان ندبسك. لا تنحاش. لا شو تدبسوني؟ لا ينحاش الحكي. انا ما شلون انت صرتي تتومي هاي تومي؟ انا 25 دقيقة هاي لو مستوي خرافيم احسن. الله يبارك فيك. تعالي هي بدر، قول لنا شلون عرفتها؟ وين شفتها؟ هذه اللي بشوفها لازم اطلق لها تحية، اللي خلتك تغير رايك بالزواج. شلون عرفتها؟ هذا الموضوع. لكن شلون غيرت رايي انا اقول لك. هم بعد موضوع. الله يبارك فيك فارس. الله يسلمك. يعني اشوف عيالك ان شاء الله وعيال عيالك. قولوا امين. امين. اقول يما دام بدر اخوي فتح الموضوع، انا بعد بصراحه
ابي افتح الموضوع واكمل نص ديني. صدق؟ ما صدق؟ ليش؟ سبحان اللي طق بعصاية الهدايا من يشاء. ايه بالمبارك تستاهل يا بشار. فارس عاد بارك له. مبروك يا بشار، استلمتني انت اليوم. اي الويل اللي يقول انا مضرب عن الزواج وما بتزوج، شنو غيرت؟ بصراحة اي بدر اخوي يخلي الواحد يغار منه. خلاص عين، انا عندي لك وحدة تهبل تقط الطير من السماء، تعرفينها يما ميونة بنت حصة. اي ويا زينها ويا حلوها ويا خف دمها. اي صج بشار هذه ميونة خوش بنية، انا اذكرها عدل. تدرين يما تصدقين عاد اذا عزموا ايش رايك نسوي عزم بيوم واحد؟ لا 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 يا معودة يفزون بعيالي كل واحد بروحه. لا 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 يا جماعة فكوني من هالسالفة هذه كلها، هذه تطلع متينة، هذه تطلع قصيرة، هذه عصلة، هذه طويلة، لا يبا، أنا هذا الموضوع كله مالي فيه. أنا بصراحة يما حاط عيني على وحدة وأبيها. يا خزيتها، يا أختي صج ما يستحون عيال هالأيام، عينك عينك قاعد جبالي ويقول لي حاط عيني على وحدة، مني هذه؟ إي صج، منو؟ نعرفها تصير لنا معانا بالفريج؟ لا لا، ما تصير لنا، أنا أعرفها. بنت ناس مصلية ومسمية فوق هذا كله بنت عائلة. ويزين وفرت علينا عشان لا تتعبنا. من بنته؟ بنت المطراش. والنعم فيهم خوش ناس أعرفهم ذلا يرعنا قبل. إيه خوش ناس أنا أعرف ريايلهم أخوانهم ناس طيبين بارك لها فارس. مبروك. إنزين منو من بناتهم؟ أنا أعرف بنات صالح المطراش من عمري. الظاهر يمكن يبي بنت ولده من صغير شو اسمه يما؟ والله يا يما ما أدري سنين ما شفتهم نسيت. وصلتي خير يا أبو ثينة. هي صج بنت صالح المطراش. بس بنات صالح ما عندهم بنت من طقتك. يما لولا مرت صالح عندها بنات غير دلال وطيبة؟ هاي يما عندها؟ والله ما أدري يا يما من زمان ما شفناهم والقطاعة شينة. تأكد أي راجع ذاكرتك يورو منبر يو نو؟ يا جماعة أنا أبي طيبة بنت صالح المطراش. هاي طيبة؟ لا أكيد قصد المطراش غير اللي نعرفهم. لا لا يما هذه مترملة وعندها ثلاث عيال وأنا أحبها وأبيها. وي شن هو؟ يما يما أنا أحبها وأبيها وما أبي غيرها، بعدين أخذها برضاك أحسن ما أخذها من وراكم. حبتك القرادة إن شاء الله، شو تحب فيها؟ هذه كبر أختك بثينة، شو تحب فيها ما تعلمني؟ لا وفوق هذا عندها فوق أشياء هال. خلف الله عليك يا يما، تبي تربي عيال غير قبل عيالك. آي القهر، الولد هذا بيذبحني أنا ناقصة عمر. بسم الله بسم الله. إي ليش؟ أنا بتزوج على سنة الله ورسوله. الله بسماه. ما تاخذها طول ما انا عايشه، اذا مت سووا على كيفك. ويما لا تقولين هالحكي تعوذي من ابليس. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. وسع صدرك يا يما، بشار ما يقصد. لا اقصد، من اللي قال لك ما اقصد؟ بس انت عمل انت مالك شغل. يما انا قلت لك انا ريال احبها ما ابي غيرها، واذا ما رضيتي باخذها من وراك. يا يما احترم نفسك يا ولد. اوه بشار خلاص روح الحين روح. سمعي يما انا راح اطلع من البيت بس تاكدي ان انا ما راح ارجع الا اذا وافقتوا. لا ترد ابتلوا ذراعي يعني روح امانة الله. بسم الله عليك يما. يما حبيبتي لا تثقلين على نفسك، ما تبين ياخذها ما ياخذها. بسم الله عليك. وسعي صدرك يا ميمه، كل شيء بالتفاهم بيصير ان شاء الله، وبعد شوي بتهدى الامور. بشار شاب ومندفع وانا بنفسي راح اجيب لي عندك يراضيك ويحب راسك بعد. يمه يمه بسم الله عليك يا يمه اقرا يلا يا يمه بس هو يهدى وبيرجع طبيعي. اخ اخ ماني مراضي لانهم اللي غلطوا وانا ما غلطت على احد. يحملوني كني فاشل كني خبل ما انفع حق ولا شيء. حد كلف على نفسه وسالني انا ليش بتزوج ليش اخترتك ولا شلون اقتنعت فيك. اول ما عرفوا اني بتزوج احكموا عليك من غير ما يشوفونك. اكيد شلون بشار يختار هذا؟ اكيد في شيء غلط لان بوجهه نظرهم بشار عمره ما سوى شيء صح.
وسع صدرك يا بشار، تعوذ من ابليس. هذيل اهلك وعزوتك وكل اللي سووه كانوا غصدهم يحمونك، وهم لهم الظاهر. انت لو تمسك اي واحد بالشارع وتقول له ان عمرك 27 سنة وتب تتزوج وحدة عمرها 37 سنة وعندها عيال، اكيد بيعارض، لان ما يدرون الظروف اللي تلاقينا فيها شنو كانت. ولو انا لو ييني ولدي بيقول لي بس الموضوع هذا، راح اسأله سؤال واحد بس، بقول له انت مرتاح وياه؟ اذا قال لي ايه بقول له عليك بألف عافية. هذا حكي ينقال بس الواقع غير، يصير تبيل الخير. خلنا اقول لك شيء بشار، انا احبك وايد بس بطريقه مختلفه عن طريقتك. يمكن لان الدنيا علمتني وورتني ان كل شيء له نهايه. يا بشار انت بعدك صغير وطاير بمشاعرك وحاسيسك لان بعدك مراهق. أنا أدري إن عمري ما بلقى إنسان حنون وطيب ويحبني مثلك، بس هم ما بكون أنانية وأحرمك أنت وأهلك من إن تشوف عيالك. عيالك هم عيالي يا بشار، باكر بتكبر وتتمنى يكون لك الظن اللي تفرح فيه، ساعتها بتلتفت حواليك ما بتلقى ظن يشيل اسمك، عقبها بتفهم معنى كلامي. انت شو اللي تبي توصلي له بالضبط؟ يا بشار، احنا لو ملتقين بزمن غير هالزمن وظروف غير هالظروف، كان يمكن النهاية احلى بوايد من كذي. انا حاولت اصعب عليك الامور، كنت متأكدة ان اهلك بيرفضون، عشان كذي قلت لك قول لهم. يعني شنو؟ انت طول هالمده قاعد تلعبين علي وتقصين علي، وانا اللي وقفت بوي اهلي وامي عشان خاطرك؟ عبالي ريال كبير، عبالي اقدر اتصرف. كانوا صادقين، انا صدق ياهل. دام انت قاعد تلعبين فيني بهالطريقه اكيد انا ياهل. بشار، بشار، جهازه مغلق. وينه؟ الطريق ما بياخذ اكثر من نص ساعه. يمه بالعافية. وقفي ما نزلت الحبة ببلعومي وهم السعيلة. بسم الله عليك يمه. العافية يمه بالعافية. الله يعافيك. هذه حالة. الساعة صارت 10، لا أخوك بين ولا رد البيت ولا يرد على تلفوناتنا. بذبحني هالولد، بذبحني. أوف، ما يرد يما، ما يرد. يا ربي، هالولد بيموتني ناقص عمر. يا يما، انت ايش حقك تاكلين في نفسك؟ ريال شايل نفسك، خلاص بيهدى وبيرجع، انت بس وسعي الصدر. ليش ما يرد على التلفون؟ واي يا يما، وبشاره متى رد على التلفونات؟ عسى ما في شيء، بس هذا اللي ذابحني. يا يما الله يهداك، ايش بيكون فيه؟
بتشوفين الحين قاعد مع ربع على القهوة؟ ما يخالف يمه، خلي الحين، خلي هو معصب، خلي هادي وبعدين يكلمنا. بعدين يمه شي طبيعي ما يرد عليك الحين، هو معصب يخاف يغلط عليك ولا يقثك بحكوه ولا شي. وهي قطي يا اهل بشاره شافنا مستانسين مع بدر سوى هالحركات، كنا ياهل ما يقدر الامور. يا جماعه في شي لازم تعرفونه قبل لا تظلمون بشار. فارس بسمة، هذيل اهله مثل ما هم اهلك وحالهم من حالك. هلا الغريب ادري وهم ما يدرون ما يصير. شندري بعد؟ مطلقة وعندها عيال. عميمة بشار اللي تشوفونه ياهل ومو مسؤول، ما راح يتزوج طيبة لأنه معجب فيها ولا يحبها، بس راح يتزوجها لأنه حاس بالذنب. ولما أقول لكم السالفة راح تعذرونه وتحترمونه بعد. ليش قافل الباب من طلع عمو بشار؟ يما تتهاوشتوا؟ لا ما تهاوشنا. يعني بتتزوجوا ولا انتم متزوجين؟ نوف ترى انا مو ناقصتكم، اخذ اختك وروحوا داركم. يلا يلا نوف قمي. مش في عمي بشار؟ ما في شيء حبيبي. ليش زعلان؟ مو زعلان ماما، نام. بشار زين طيب وانا احبه ونوف تحبه وهيثم يحبه بعد. مش فيك؟ مش صاير بينكم يا يما؟ مو صاير شيء. قم قم شيل اخوك وودى داره ان شاء الله. مو مصدقة انت للحين تحت وانا اللي كسرت التليفون عليك من كثر ما دق. وليش تكسرين؟ ايش بينقصك بدون؟ ما انا توني هاد البيت شاب فوق تحت، ويت لي عندك عشان اترجاك واقول لك ان انا احبك وابيك وابي اخذك، وانت ولا همك تحاولين تقنعيني اني ما اخذك. خفت عليك يا بشار. انا ماني ياهل. ادري انك ريال ومنت ياهل، بس انا خفت اخسرك لاني محتاجه ريال يوقف معي ويساندني. تتزوجيني؟